بطولة الصداقة الدولية العربية على روح المرحوم الدكتور عمر بن اسماعيل، وكان المشاركين فيها فريق من مصر وفريق من صبراتة وفريق بنغازي، والامور ماشية تمام الحمد لله 100%. هذه اول بطولة تقام في على مستوى ليبيا، المرة الاولى بطولة عربية تقام في ليبيا الرياضة ذو الاحتياجات الخاصة. والله طبعا هي الرياضة ما عندهاش أي دعم طبعا بالنسبة من الحكومة أو من وزارة الرياضة، ما عندهمش أي دعم لنا نحن كشريحة احتياجات خاصة بصدق. الصداقة الدولية التي تقام لأول مرة في ليبيا الحبيبة، البطولة هذه حيكون فيها إن شاء الله من خارج ليبيا اللي هي من مصر الشقيقة، وكذلك من باقي مدن ليبيا الحبيبة صبراتة وطرابلس وبني غازي. طبعا نعرفك بنفسي خالد المهدوي، إداري ومدرب فريق نادي المستقبل. طبعا اليوم نحن مجتمعين هنا هي لإحياء ذكرى المرحوم عبد اسماعيل. طبعا في ظل النشاط وعدم اندثار كرة الطائرة جلوس لذوي الإعاقة اللي هي تتبع البارا الأولمبية، نحن اليوم نحيو في هذه اللعبة، وكذلك حق ذوي الإعاقة في الاندماج في المجتمع متاعنا، بحيث ان لهم دور كبير في مؤسسات المجتمع متاعنا. فبالتالي نحن اليوم سعداء جدا بانضمام هذه المجموعة من الفرق لإحياء الذكرى وكذلك لوجود ذوي الإعاقة بيننا وتفاعلهم داخل المؤسسات الرياضية الخاصة بمدينتنا الحبيبة مدينة بنغازي.